عادة وحين الحديث عن المحاولات العديدة للفرار من السجن، فإن ذلك يحيلنا على قصص أبطالها مجرمون أو قتلة متسلسلون محكومون بالسجن المؤبد أو السجن لمدة سنوات طويلة. تسلل اليأس إلى نفوسهم في معانقة الحرية، فحاول كسر الحواجز وتخطي نظام الأمن داخل السجون لمرات عديدة، فنجحوا في ذلك مرات وفشلوا مرات أخرى. لكن الغريب هو حين يخطط رجل حديث العهد بالسجن ومحكوم بمدة لا تتجاوز 6 أشهر للهرب، معتمدا في ذلك على ذكائه الفذ وسرعته بديهته، فيضيع كل موظفي السجن والمحققين في ورطة حقيقية وحيرة، بل الأغرب في كيفية إلقاء القبض عليه. من يكون ستيفن راسل؟ كيف خطط للهرب 4 مرات متتالية؟ وكيف كانت الشرطة تتوصل إلى مكانه؟ أسئلة أخرى تجيب عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع أصدقاؤنا، لا تنسوا أننا قد بدأنا في قراءة 5 تعليقات في نهاية كل حلقة. اضغط زر الإعجاب واترك تعليقك، سواء كان رأيا في القصة أو انتقادا بناء، وسوف نجيبك في نهاية الحلقة المقبلة. فلنبدأ. تتزامن بداية قصة ستيفن مع الهروب والتخطيط مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، ففي البداية كان سجله الجنائي خالي تماما من أي جرائم، إلا أن تغير كل شيء وسلك منحا جديدا في حياته بعد أن تم طرده من العمل، حيث جعله الأمر يشعر بغضب شديد، فقرر معه عدم البحث مرة أخرى عن عمل واستغلال ذكائه الفذ في التعامل مع الناس، حيث بدأ يسلك طريق النصب والاحتيال. وكانت البداية بالنصب على شركات التأمين، حيث كان يقوم بمجموعة من الحوادث ثم يطالب بعضها بمال التأمين. وبحلول العام 1992، وبعد فشل أحد عمليات النصب، تم تعقبه من طرف السلطات وتم القبض عليه، ليحكم عليه ب6 أشهر سجنا بتهمة النصب. ولكن ستيفن كان يرفض المكوث تمضية مدة 6 أشهر كاملة، وهنا بدأ بالتخطيط للهرب، حيث وبعد شهر فقط من دخوله السجن نفذ أول عملية للهرب. فقد ظل كل تلك المدة يراقب تحركات الحراس والروتين الذي يسري في السجن بشكل يومي، إلى أن وجد طريقة سهلة لتنفيذ خطته، حيث وخلال ما كان يقوم بالمراقبة والاستطلاع لاحظ أن مجموعة عمال يأتون إلى السجن من أجل بعض التصليحات ما بين الفينة والأخرى، وعندما يريدون الخروج يظهرون للحراس جهاز لاسلكي يحملونه فقط، وعلى الفور يقوم الحارس بفتح الباب. أما عن الملابس فلم يكن يرتدون إلا أزياء مدنية عادية، فما كان من ستيفن إلا أن قدم رشوة لأحد المساجين ليزوده جهاز لاسلكي وملابس مدنية، فكان له ذلك بالفعل. وبعد ارتدائه لتلك الملابس وحمل الجهاز اللاسلكي، بدأ بالتجول بالسجن والتظاهر على أنه عامل صيانة، وبعد دقائق من ذلك توجه نحو الحارس طلب منهم، وبسهولة تم ذلك وأصبح خارج السجن. وبعد هروبه توجه إلى ولاية فلوريدا، حيث ظل حرا طليقا على مدى 2 سنين، وذلك من 1992 إلى 1994، إلى أن تم إلقاء القبض عليه في سنة 1994، بعد أن قام بتزوير شيكات، وبعدما تم اكتشاف أنه هارب من سجن من ولاية تكساس، تقررت إعادته إلى هناك، كما تم الحكم عليه بأقل من 1 سنة سجنا. وعلى عكس سابقتها، قرر هذه المرة تمضية المدة كلها دون محاولة
العمليات للهرب، وبعد انتهائها غادر أسوار السجن ليشتغل كعامل بمحل تجاري، لكن وبعد مدة أدرك أنه يحتاج طريقة أسهل لكسب المال، فبدأ البحث عن فرصة ثمينة يستغلها للحصول على مبلغ ضخم من المال دفعة واحدة. فلفت انتباهه وجود إعلان عمل في أحد الجرائد، حيث كان إحدى شركات التأمين الصحي المعروفة على المستوى الوطني تبحث عن مدير مالي، ولكن كيف سيحصل على هذا المنصب وهو الذي لا يتوفر على أي شهادة أو أي وثيقة تثبت أنه قد سبق له العمل بهذا المجال، كما أنه لا يعلم أي شيء بخصوص عن نوعية العمل في المنصب المقترح، غير أن كل ذلك لم يكن ليقف حاجزا في وجهه، فقد قام بتزوير عدة شهادات، كما أنه ابتاع مجموعة من الجرائد والصحف والكتب التي تتحدث عن هذا المجال لدراسته ومعرفة كل خباياه، وخلال مدة قصيرة جدا أصبح يتقن كل شيء عن المجال ويجيد المصطلحات المستعملة فيه، فقام على الفور بالتوجه إلى مقابلة العمل، حيث أعجب مدراء الشركة به، وقبل تعيينه طلبوا منه أن يمدهم بثلاث أرقام للشركات التي سبق أنه عمل بها. قد يبدو الأمر مقلقا، لكن ستيف كان قد جهز كل شيء، حيث أعطاهم ثلاث أرقام لخدمة العملاء يتم خلالها تحويل الاتصال إلى هاتفه مباشرة إذا اتصل أحد بتلك الأرقام. وبالفعل فبعد أن اتصل مدير الشركة بتلك الأرقام كان ستيفن يقوم بالرد على الاتصالات بأصوات مختلفة ويمدح نفسه للمدير على أنه مدير الشركة، وفي ذات اليوم تلقى اتصالا يخبره بأنه قد تم قبوله وسيبدأ العمل. وبعد مرور مدة ليست بالطويلة لم يعد الراتب الذي يحصل عليه من عمله يرضيه، فقرر البدء بالاختلاس، حيث أنشأ حسابا استثماريا في أحد البنوك وبدأ يضع به مبالغ من مال شركة التأمين التي يسيرها، فكان يبقي المال بالحساب لمدة كبيرة فيما يستثمر البعض منه ويحصل على الأرباح العائدة من ذلك، فاستطاع بالفعل ربح أكثر من 800,000 دولار في فترة قصيرة جدا. ولكن ذلك لم يستثمر طويلا، حيث أنه في أحد الأيام قام بتمويل منزله بالبنك، وهذا ما جعل موظفا بالبنك يطلع على كل المال ويستغرب من أين أتى بكل ذلك المال. وبعد البحث اتضح أنه يعود إلى شركة التأمين، فتم إعلام مدراء الشركة، وبعد مراجعة الملفات كشف تحويلات عديدة باسم الشركة، وبعد أن كشف أمره مدراء الشركة والمالكين علم مكتب المدعي العام. لكن وقبل وصول الشرطة أحس ستيفن بشيء ما وأن أمره قد كشف، فقرر الهرب وسحب مبلغ 40,000 دولار من البنك. لكن ما سهل اعتقاله هو أنه قرر التوجه إلى المنزل لجلب بعض الأشياء، وما لم يكن يعلمه أن الشرطة كانت تراقب منزله وتمت إعادته إلى السجن مرة ثالثة، كما تم الحكم عليه بالسجن المشروط مقابل تسديد مبلغ 950,000 دولار، وهو مبلغ ضخم جدا بالنسبة لستيفن الذي قرر الهروب مجددا بعد شهرين من إعادة إلقاء القبض عليه. وكانت خطته تقتضي التالي، حيث اتصل من هاتف السجن بمكتب المدعي العام، وعندما ردت على اتصاله موظفة هناك أخبرها أنه قاضي يدعى تشارل هان، وهو القاضي الذي حكم عليه، كما أخبرها أنه وبعد جلسة الاستئناف قرر تخفيض كفالة السجين ستيفن راسل من 950,000 دولار إلى 45,000 دولار. استغربت الموظفة بداية الأمر، لكن ثقة ستيفن في نفسه وصوته جعلها تصدقه وغيرت قيمة الكفالة. أما عن أمر الحصول على مبلغ 45,000 دولار قبل أن تكتشف المحكمة أمر التزوير، فقد ربط ستيفن بالاتصال بإحدى شركات التمويل التي تدفع كفالات المساجين مقابل فائدة، وبالفعل تم له ذلك، فتم إطلاق سراحه بعد تقديم الكفالة المقدرة ب 45,000 دولار. ولكن الأمر لم يدم طويلا، فبعد يوم واحد فقط اكتشفت السلطات المحلية ما قام به، فبدأوا بتعقبه بغية الإمساك به مجددا، وهذا ما تأتى لهم بعد 5 أيام من هروبه فقط، حيث كانت الشرطة تراقب كل أقربائه وكل أصدقائه
وبعد مدة قصيرة اكتشفت الشرطة أنه يقيم بولاية فلوريدا بأحد الفنادق، فتم مداهمته وإلقاء القبض عليه، حيث تم الحكم عليه هذه المرة بأربعين سنة سجنا. والغريب في الأمر وما جعل المدعي العام يستغرب هو أن ستيفن قد اعترف بكل شيء وقبل الحكم رغم طول مدته، ولكن لم يكن يعرفه المدعي العام هو أن ستيفن لا تهمه مدة الحكم، لأنه على العموم يخطط للهروب مرة أخرى. وعلى غير العادة تم نقله هذه المرة لسجن آخر بنفس الولاية، والذي يعد من أشد السجون حراسة، كما وتم إبلاغ المدير والطاقم العامل بالسجن بخطورة هذا السجين. وبعد مرور عدة أيام على وجوده داخل السجن الجديد بدأ بالتخطيط مجددا، حيث لاحظ أن هناك قسم لأطباء السجن، وقد كان المختلف بين الأطباء والمساجين هو لون الملابس، فقد كان للمساجين ملابس ذات لون أبيض، أما الأطباء فباللون الأخضر. فاحتاج ستيفن أن يصنع زي أخضر له، حيث حصل في بداية الأمر على زي جديد لكي يبدأ العمل عليه. أما الأمر الثاني فكان يجب عليه أن يحصل على شيء يستطيع تلوين الزي به، وهذا ما تأتى له بالفعل، حيث دفع لأحد الأشخاص العاملين بالورشة الفنية مقابل أن يحصل على أقلام ذات اللون الأخضر. حصل على الألوان وبدأ بالعمل على الزي، حيث تطلب منه الأمر حسب قوله 110 قلم أخضر لإنهاء. وأخيرا وبعد إنهاء العمل قرر الهرب بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1996، حيث في الصباح الباكر خرج من غرفته وهو يرتدي الزي الأخضر تحت الأبيض، وتوجه من أجل وجبة الفطور مع الساعة الرابعة صباحا. وبعدما انتبه إلى أنه لا يوجد أي أحد بالمكان خلع الزي الأبيض وترك الأخضر، وبكل ثقة مجددا توجه نحو باب السجن، فلم يكشف أمره وتم السماح له بالمرور. بعد كل ذلك ولأنه كان يدرك أن عليه أنه يجب عليه الهرب من المنطقة بأقصى سرعة ممكنة، فقرر الاستعانة برجل يسكن بالجوار، إلا أنه وبعد التفكير تراجع عن الأمر واستقل سيارة أجرة، كما أخبر السائق بأنه طبيب جراح يعمل بمركز هيوستن بولاية تكساس، وأنه تم استدعائه للتدخل في إحدى العمليات المستعجلة. وبعد الوصول إلى المستشفى طلب من السائق الانتظار ليحضر له المال الذي ادعى أنه قد تركه بخزنة بداخل المستشفى وأنه سيذهب لإحضاره له، لكنه تسلل من الباب الخلفي للمشفر واختفى مرة أخرى. وبعد علم السلطات بخبر هربه تقرر تكليف شخص يقوم بمراقبته، وهو قائد العمليات الخاصة في الهيئة الإدارية التي يتبع لها السجن. ولكن في تلك الأثناء كان ستيفن في طريقه إلى ولاية ميسيسيبي، وبالضبط إلى مدينة بلوكسي، وعندما علمت الشرطة أنه يوجد بمدينة هناك بعد سويعات قليلة أرسلوا صورته إلى مأمور المدينة للبحث عنه. ومرة أخرى وبطريقة غاية في السهولة ألقي القبض على ستيفن بعد أن التقاه المأمور يتجول بأحد شوارع المدينة، فتم القبض عليه للمرة الثالثة وإرجاعه إلى ولاية تكساس، وبالضبط إلى السجن الذي هرب منه، كما انضافت 5 سنوات إلى مدة حكمه الأصلي، حيث أصبح محكوما ب45 سنة. فهل يستسلم ستيفن هذه المرة؟ بالطبع لا، فقد قرر الهرب مرة أخرى، ولكن هذه المرة بشكل مختلف تماما. فبعد البحث في قوانين الإفراج المشروط توصل إلى أن الإفراج المشروط يمنح للمساجين المصابين بمرض مزمن وحالتهم صعبة، فبدأ يوهم إدارة السجن بأنه مصاب بمرض الإيدز، وليتم تصديقه بدأ بتجويع نفسه لعدة شهور، وبعدها يجبر نفسه على الاستفراغ حتى ساءت حالته، فنقل إلى المركز الطبي بالسجن. ولكن وبعد التشخيص
لم تظهر عليه أعراض المرض، فقام مرة أخرى بتزوير السجلات، حيث قام برشوة أحد الموظفين ليكتب في ملفه أنه مصاب الإيدز، ثم بعدها دخل في غيبوبة ليقنعهم بأنه حقا على فراش الموت، حيث ظل يجمع الأدوية والمسكنات التي يعالج بها، وأخذ جرعة زائدة مما أدى إلى دخوله في غيبوبة لمدة 4 أيام. وعندما علم الأطباء أنه لم يبقى أمامه إلا أياما قليلة وسيموت، تقرر منحه الإفراج المشروط وأرسل إلى مركز رعاية بمدينة كينيدي بنفس الولاية. ولأن الأمر الوحيد الذي سيوقف البحث عنه وتعقبه هو الموت، فقد قرر تزوير شهادة وفاته، حيث اتصل بسجن وأخبرهم أن اسمه آدم رويس، وأنه متخصص بمرض الإيدز، وأنه يملك علاجا تجريبي للمرض ذاته، ويستفسر عن مصاب من المساجين، فسمح له مدير السجن ومدير مركز الرعاية باصطحاب ستيفن وإعطائه العلاج التجريبي. لكن ستيفن خرج بمفرده من المركز وقام بتزوير شهادة وفاته، كما أرسلها إلى السجن وإلى مركز الرعاية، وهكذا تخلص من تعقب الشرطة له ومن السجن أيضا. لكنه عاد وارتكب حركة غير مدروسة، وذلك حين أراد تزوير بطاقة محامي، حيث توجه إلى أحد محلات الطباعة وطلب من المالك طباعة البطاقة. وبعد استلامه للطلب استغرب مالك المحل من ذلك، فاتصل بمأمور هيوستن، كما أرسل نسخة من البطاقة له. وبعد رؤيته لصورة ستيفن، اتصل بدوره بقائد العمليات الخاصة في الهيئة الإدارية التي يتبع لها السجن، والذي استغرب لأنه كان يظن أن ستيفن ما زال يقضي مدة السجن المقدرة ب45 سجنا. وبعد اتصاله بمدراء السجن، أخبره أنه قد عانى من مرض الإيدز، وبعدها تم منحه إفراجا مشروط بعد أن تدهور وضعه، وفي النهاية مات خارج السجن بعد معاناة طويلة مع المرض. فأدرك قائد العمليات أن ستيفن قد فعلها مرة أخرى وخدع الجميع، فبدأ البحث مرة جديدة عن ستيفن، حيث اكتشف المحققون أنه كان ينتقل بين الفنادق في المدينة. وبعد البحث المعمق توصلوا إلى أن شركة تأمين سبق أن تواصل معهم ستيفن، فقد كان يريد أن ينصب عليه، كما أنه أرسل لهم بعض المستندات بالفاكس. كان هذا الطريق الذي سلكه المحققون في البحث عنه، حيث تتبعوا رقم الفاكس، كما تمكنوا من تحديد المنطقة التي يوجد بها الفاكس دون تحديد منزل ستيفن. وبعدها تقرر التعاون مع شرطة المنطقة ومحاولة نصب كمين لستيفن من خلال تتبع الفاكس، فقد كانوا يظنون أنه لإكمال عملية النصب على شركة التأمين إلى استعمال الفاكس مجددا لتنفيذ خطته. لكن وكالعادة وبطريقة سهلة، تم إلقاء القبض على ستيفن بعد أن تفاجأ به محققون يتجول في الشارع، فتم إلقاء القبض عليه بسرعة، وهكذا تم اعتقال ستيفن للمرة الرابعة. وبعد كل تلك الخطط والخدع، إلى جانب الإحراج الذي تسبب فيه للمحققين ورجال الشرطة، فقد حكم عليه بالسجن هذه المرة لمدة 144 سنة في وحدة الحراسة المشددة التي تضم أعتى القتلة والمجرمين، حيث يعتبر ستيفن السجين الوحيد المختلف عن تلك النوعية من السجناء. وبتلك الوحدة يقضي السجناء 23 ساعة بالزنزانة، بينما يستفيدون من ساعة باليوم للاستحمام والتدريب، وكل ذلك تحت الحراسة المشددة جدا. والآن لا يزال ستيفن داخل تلك الوحدة منذ سنة 1998. وفيما يلي مشاهدين الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد، ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. عبد الصادق، الله يعطيك العافية، مواضيعكم جد رائعة، والمعلق لك الاحترام خاص، بحب أسمع صوتك، يريد يكون عندكم وقائع في الدول العربية، وشكرا. فافو أفروديت، بحب قصص الهروب من السجن، وفي قناتك لقيت كل شيء بحبه خلال يومين، تابعت أغلب فيديوهاتك، موفق يا رب، متابعك من سوريا. مبارك ألف ألف ألف، السلام عليكم، محتوى رائع ما شاء الله، على صوت الوصف خليك تعيش الواقع، مع تحياتي، متابعك من اليمن أبو قناص عاطف.
وسيم محمد، والله ما في أحلى من مقاطعك ممتعة وتعلمنا أشياء كثيرة عن الحياة. استمر يا أحلى معلق، أخوك من الجزائر فيصل البريكي. تحية مني ومن أهل العمال لك، بصراحة ما عندي وصف لك، أنت إنسان مبدع وفنان في اختيار القصص. استمر والله يوفقك. وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدين الأعزاء على أمل اللقاء في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة. دمتم في رعاية الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.